برحب بكم أعزائي المشاهدين من جديد. إحنا الآن موجودين في منطقة وادي السير بمنطقة بيادر وادي السير بالمنطقة الصناعية في ضيافة كفاءة أردنية جديدة. معي الآن الأستاذ نبيل المناصير العبادي من منجرة نبيل. يعطيك العافية أستاذ نبيل. الله يعافيك سيدي، الله يخليك. بالبداية أنا برحب فيك وبحييك حقيقة. أنا مبسوط جدا إنه أحد أبناء البلد له مصلحة خاصة زي هيك ومن 15 سنة تقريبا. نتحدث أستاذ نبيل، يعني أولا هل هي عن كانت دراسة ولا هواية ولا كيف بلشت بهالموضوع؟ أول شيء احنا بنرحب فيكم ونقول لكم أهلا وسهلا في محلكم تبعكم. احنا لا والله أخذناها بهذا، مش يعني احنا تعلمناها تعليم، يعني مش أخذناها وراثة. نعم. كم سنة صاروا المحل هون؟ 15 سنة. بشو يعني انت متخصص هون؟ يعني شو بتفصله؟ شغلنا مجال شغل الخشب بالمطابخ في الابواب، اي شيء مجال الشغل اثاث اكيد. نعم اكيد. طبعا احنا ملاحظين هون كما تستعرض كاميرا الزميل محمد وائل الخالدي هذه اللقطات. طبعا حقيقه بحيك اول على التنظيم والشباب، عندك مجموعه عمال شباب اردنيين. نعم اردنيين. يعني أستاذ نبيل، أنت مع تشغيل العمالة الأردنية أم الوافدة؟ نعم، أنا أشجع الأيدي العاملة الأردنية وأشجعها بحرية كمان. بتوفروا فرص تدريب، يعني لكم تعاون ما بينكم وبين مؤسسة التدريب المهني؟ جاك شاب مثلا قال لك بدي أتدرب أنا، نعم. تسمح؟ ليش لا، بدربه ليش لا. أنا بشجع الأردني يكون مهني، مش لازم يكونوا دكاترة مهندسين وهيك، يعني لازم يكون شوية مهني. نعم. أستاذ نبيل، نتحدث عن مصادركم من الأخشاب والأكسسوارات المواد الأولوية. نعم. تستورد لنفسك ولا من السوق؟ لا والله بأخذ من السوق كله، يعني من السوق. كيف ترى إقبال الناس على موضوع، يعني الناس كثير أنواع أثاث عبت الأسواق سواء من ماليزيا أو مستوردة أو صيني. نعم. الآن الأثاث المفصل، يعني أثاث التفصيل، يعني سعره فيه. نعم. يعني زي ما احنا راضين، احنا أنواع الأخشاب واضحة مبينة، كيف إقبال الناس على تفصيل الآن؟ والله ضعف مش زي أول، يعني صار عندك سوق كتير مفتوح للخشب الخارجي والأثاث الخارجي، هو ضعف شغلنا وضعف إمكانياتنا في الشغل. عارف كيف؟ نعم. نتحدث عن أبرز المشاكل اللي بتواجهكم بهالقطاع، نتحدث عن واقع الخدمات في هذه المنطقة، يعني إذا في ملاحظات أمام البلدية والأمانة عمان، إذا في مشكلة موضوع كهرباء، يعني أو أي ملاحظات؟ والله لا الحمد لله، الكهرباء كل شيء تمام، الأمورنا تمام، بس مهم بهمنا شوية الحاويات، بس هي عندنا الحاويات قليلة شوي. من أي ناحية؟ يعني إحنا لما إحنا بنخلص هون النفاية تبعتنا بنعرفش وين نحطها. ما بيجوا هون؟ هم ما بيجوا، لا في عندنا حاويات، بس الحاويات بعاد يعني عن المنطقة تبعتنا. هاي مشكلة كبيرة. إذا أنتم بحاجة إلى نقول سيارة صغيرة. نعم. تلف على المحلات. نعم. أو نقول عامل نظافة مختص بنقل. نعم. هذه ما في عمال نظافة داخل المنطقة؟ لا ما في. لا إذا زميل محمد وائل الخالدي، هاي ملاحظة أمام السيد برهان الحويطات، دكتور برهان أبو العلاء، في ملاحظة أمام عطوف معالي أمين عمان بما يخص موضوع منطقة بيادر وادي السير، المنطقة الصناعية بالقرب من الدفاع المدني. إيش اسم المنطقة هاي تحديدا؟ أظن منطقة الصناعية. نعم. الصناعية يعانون أصحاب المناجر والمحادد والميكانيك وغيره، انه صعب يعني ايصال نقول المخلفات الى الحاويات بعيده، نطالب او يطالبون بعامل متخصص مع عربايه او سياره صغيره تلف على الاقل لو كل يومين او ثلاث ايام، او يوميا بتكبوا. نعم احنا عندنا يوميا بيطلع عندنا هذا مهملات. تم ملاحظتها وتزويد امانه عمان العلاقات العامه بنسخه من السي دي بعد نشرها على اليوتيوب والتي في. استاذ نبيل العبادي، نتحدث سيدي عن تفصيل أيام زمان، يعني القطع زمان سواء غرفة النوم، طقم الكنبيات، كان يقعد 20 و30 سنة. نعم. وبتلاحظ لمسة كلاسيكية، نوعية. نعم. الخشب. نعم. جودة الخشب، الإكسسوار، نوعية القماش، الزنبركات، يعني كل شيء أصلي. نعم. الآن في أمور تجارية يعني منتشرة بالسوق. نعم. خشب مضغوط، يعني الكنباية إذا بطب عليها شوية مي بتطلب. نعم. محلها. نعم. تحدث عن جودة الأثاث القديم مقارنة بالجديد. المقارنة أنت هلا عم تفوت على السوق، على السوق بتلاقي عندك أثاث من 100 للـ1000. في يعني أثاث كتير، يعني هو هذا اللي أخرنا أو خلانا إنه ما نشتغل كتير. سنعك أثاثات عندك في البلد رخيصة. عارف كيف؟ الأثاث نوعية
صاروخ لا شوي. نوعية الخشب زمان هلا أفضل، كان زمان الخشب أفضل وأحسن وأرقى، عرف كيف؟ هلا صار يجيبوا لنا خشب مستويات، عرف كيف؟ لهذا السبب يصير عندنا شغل زمان أحسن من هلا. أستاذ نبيل، يعني ما بعرف إذا سافرت خارج الأردن، وين طلعت على دول؟ والله ما بطلع، بطلع تركيا بس. طلعت على تركيا زيارة خاصة؟ خاصة أنا. بالتأكيد رحت بالطيارة؟ نعم أكيد. يعني مجرد هبوط الطائرة في مطار زيزيا، مطار الملك علياء، نعم، هوا الأردن، تراب الأردن، نعم، له نكهة خاصة. أكيد. يعني مهما لفنا لفينا ومهما رحنا بتظل الأردن بلدنا. أكيد. الأردن بلد الجميع. أكيد. لا فرق بين أردني ولا فلسطيني ولا مسلم ولا مسيحي، جميعنا أخوة. نعم. يعني كيف تصف نعمة الأمن والأمان؟ أنت ممكن تخلي باب المحل مفتوح وتطلع. أكيد. لو ما الأمن والأمان، أنت الآن سكان بيادر أي منطقة؟ بالبيادر. بيادر ما بتترك بيتك وأطفالك وتيجي. محمد الخالدي ما بترك زوجته بمنطقة جبيهة. زميلنا محمد، يعني هل الراحة النفسية اللي إحنا فيها، هل اللي قبل كل شيء؟ كيف تصف نعمة الأمن والأمان؟ أنا ما أوصفها بكنوز الدنيا كلها. أنا عندنا هون الأمان والأمان، هاي نعمة من عند ربنا، ويخلينا سيدنا ويخلينا الهاشميين بنعمتهم، هذا هي الامل والامان. امين امين. وخلينا اياهم، يعني جلاله الملك الذي يصل الليل بالنهار من اجل خدمه ورفع وشان اقتصاد هالبلد، الله يديم نعمه الامل والامان. يعني لو قدر لك يا سيدي بظل هالظروف، جلاله الملك معروف عنه انه يعني قريب من الشارع، قريب منا دائما، يعني ممكن تلتقي بالموكب على الاشاره الضوئيه. وصدفت انا شخصيا 7 مرات التقيت بجلاله سيدنا وجلاله الملكه. ممكن سيدي يعني بجولة جلالة الملك كنت تلتقي فيه، لو قدرك والتقيت بجلالة سيدنا، شعورك أو شو ممكن تحكي مع جلالة؟ أنا أشكره على الأمن والأمان اللي مهيئنا إياه، أشكره على هو أبونا وهو إحنا أولاده، يخلينا يا رب وطولنا عمره يا رب. هذا هو أكثر ما بدك فيه. أمين أمين. يعني سيد نبيل المناصير العبادي هي المسؤولية بالتأكيد مشتركة. نعم. يعني جلالة الملك يتحدث، استمد العزم منكم، انت كما تعمل في هذه المنجره، نعم، بكل حبات عرق تخرج من ضميرك، من نفسك، تساهم باقتصاد البلد. نعم. الطبيب بشارع الخالدي يخدم. نعم. عامل الوطن بوسط البلد يخدم. بائع القهوه. نعم. الزميل المصور احمد الخالدي يخدم هذا البلد. نعم. الجميع يعني المسؤوليه مشتركه. جلاله الملك حكى ارفع راسك، انت اردني. نعم. دائما هامات الأردنيين مرفوعة عالي بهمة النشامة أمثالك. أنا بحييك. في نهاية لقائنا نحدد لسال المشاهدين موقع المنجرة وأوقات الدوام ورقم تلفونك. أنا بشكركم على زيارتنا هون وبشكركم كتير، وهون عندنا هون في البيادر منطقة الصناعية منجرة نبيل والديكور والنعم. طبعا أعزائي المشاهدين، بينما كاميرا الزميل المصور المبدع محمد وائل الخالدي تقوم بهذه الجولة داخل منجرة نبيل، وبينما يرد زميل أخونا نبيل على الهاتف، بننهي هذا اللقاء. شكرا جزيلا. يلا خليك، شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. شكرك على حسن الاستقبال. الله يحييك. أهلا وسهلا.